هل تعلم لماذا تجمعت هذه الحشود المكونة من مئات الآلاف هنا في ساحة العاصي على مدى أشهر متتالية؟ سؤال يجيب عنه التلفزيون السوري الرسمي على لسان عماد نجار، أحد الإرهابيين المسلحين، كما جاء في وصفه. كانوا نزلوا أكل على المظاهرات، سندويش، عصير، كذا. كمان يعني الشغلة اكتشفنا فيها قصة أنه بكل سندويشة بالورق الملفوف كانوا يلفوا 500 ورقة مشان المتظاهر ياخذها ينزل يتشجع ينزل، وبالسندويش كان في حب مخدر يطحنوه ويحطوه بقلب السندويش مشان قد ما طولت المظاهرة ما يشعر المتظاهر أنه هو مثلا نازل عم يؤدي غلط طويل ب 500 ورقة. هكذا إذن إنها سندويشات الكباب المبهرة بمسحوق المخدرات، وتم لفها ب 500 ليرة سورية لتشجيع الناس على التظاهر. نكتة جديدة أطلقها الإعلام الرسمي على فضائيته، فتعالت أصوات الضحك من على صفحات الفيسبوك. مجموعة من الشبان سمحوا لأنفسهم بإضافة مقطع من المسلسل الكوميدي الشهير ضيعة ضيعة للسخرية من الرواية ورويها على حد سواء. تعود بنا الذكريات إلى تصريحات مشابهة من إرهابي آخر مشابه. جبت له ناني بنزين والذي منه وعطيته عود كبريت وربي السحر. من منا يمكنه أن ينسى أبو نظير أو عماد سلوايا الذي تكلم عن سيناريوهات طويلة من حرق للباصات وتخريب للممتلكات وامتلاك للأسلحة وقتل للأشخاص. حصلنا على وثائق قطعية تثبت أن المدعو أبو نظير هو شاب مختل عقليا، لكنه غاب عن شاشة الإعلام الرسمي بعد أن تبين بالوثائق أنه مختل نفسيا، ولذلك السبب تم تسريحه من الخدمة الإلزامية. في الوقت الذي ينهمر فيه الرصاص على رؤوس السوريين، يقوم التلفزيون السوري الرسمي هو الآخر بإمطار شعبه بإرهابيين ومسلحين على مدار اليوم أو على مدار الساعة، ولا يعلم أحد ماذا تخبئ هذه الشاشة لنا من مخربين وإرهابيين يتحدثون عن رواية النظام بطلاقة. المظاهرات كانت تتم بقى عن طريق مجموعات بالخفا، يعني حتى نحن اللي كنا على أساس مقربين من جماعات هاي ما عرفنا بقصة المخدرات تبع الساندويش إلا متأخرا. ولكن ما يعلمه الشعب السوري أنها ستضاف إلى قائمة نهفات إعلام النظام الرسمي وشبه الرسمي وما أكثرها. ليس اللي عم يجيبها، لأنه هو من الأساس كان بيشتغل بالمخدرات وبالحب وبالي.